ادخل ابني تعليم الازهر لغات ولا عربي هو 4 سنين، ولا ادخله تعليم عربي افضل من العجمي اذا كنت تريد الدار الاخره، لان التعليم العربي تفهم به القران، واذا يعني افضل عموما، عفوا لا اقول الثاني حرام بل هذا افضل. يعني لو انا مخير ادخل ابني تعليم باللغه العربيه وتعليم باللغة الإنجليزية، أيهما أفضل؟ أفضل اللغة العربية، لأن القرآن نزل بها، وإذا فهمتها سأفهم كتاب ربي. قال تعالى بلسان عربي مبين، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.